مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلا كاسات الموز. عنا بسكويت، كريمة، ناسلي، بندق ناعم وموزتين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنعمل بسكوت. بسم الله. بس نعمت البسكوت بهيدا الشكل، هلأ بدنا نقطع الموز. أول شي بحط بسكوت بالأرض بهيدا الشكل، كمان بحط نسلي على البسكوت، هلأ بحط موز. طريقة جدا سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير. كمان عم حط طبقة بسكوت، طبقة موز. بحط نسلي على الموز كمان بهيدا الشكل. بحط الكريمة بكيس الكريمة. بحط كريمة بهيدا الشكل. زيني اكيد حسب الرغبة بهيدا الشكل. هولي حلا كاسات الموز اللي عملتهم انا وياكم، اخذوا بالتحضير حوالي 3 دقائق. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.